خلينا نشوف تقرير عن النضج الانتخابي. عبد الله رشود وعبد الله سرحان عده، نشوف سوا. انتخابات اتحاد القدم على الابواب، والمرشحون ما بين طعون واستئنافات، والمتابع الرياضي يتابع تلك الاجواء وسط نضج تطور معه مع مرور الايام. تجربة الانتخابات تجربة صحية تفيد المشجع وصاحب القرار الرياضي. دائما في التجربة الأولى تقع أخطاء أو مسائل سوء فهم للجميع، لكن الفاطن من يتعلم منها ويحولها إلى مصلحته في قادم الأيام. كنا لا نعرف الكثير عن الملف الانتخابي وعن العمل الإداري المطلوب من الشخص المنتخب وما هو المتأمل منه، لكننا الآن أصبحنا نتابع ونترقب وننتقد ونحلل المشهد بالكامل، مستفيدين مما تعلمناه خلال التجربة الأولى منذ بدايتها كانتخاب واقتراع وحتى نهاية فترة عملها. المرشحون الأربعة الذين عادوا بعد الاستماع إلى الطعون دليل واضح على نضج هذه التجربة وانتقالها لمرحلة أخرى. سلمان المالك متواجد على الساحة الرياضية منذ فترة، وهو إداري ورجل أعمال متمكن استطاع إثبات نفسه في هذه الانتخابات وفرض اسمه فيها. عادل عزة هو الآخر، اسم قوي في الساحة الرياضية كمدير سابق لدوري جميل، وتعطيه هذه الخبرة فرصة الدخول في الانتخابات بكل قوة. خالد بن معمر دخل الانتخابات واستبعد منها ثم عاد بقرار استئنافي ليعود بعد خسارته في التجربة الأولى ويقاتل من جديد للحصول على رئاسة الاتحاد. كما عاد أيضا الدكتور نجيب أبو عظمة لسباق الرئاسة بقرار استئنافي، وهو الذي خاض تجربة رئاسة ناد في وقت سابق. كلنا أمل في هذه التجربة بأن تستفيد من سابقتها التي استطاعت الإنجاز برغم كل الظروف التي واجهتها، وأن تستمر رياضتنا وترتقي أكثر وأكثر. جميل، هذا التقرير كان يتحدث عن النضج الانتخابي في الشارع الرياضي وحتى على المستويين الإعلامي والجماهيري.